هذه الأرقام والنسب في الرسم والمخطط البياني كشفت عن انخفاض أعداد المراجعين المشتبه بإصابتهم بفيروس كوفيد في أقسام الحوادث في المستشفيات بنسبة تجاوزت 50% منذ بداية الشهر الماضي لغاية الآن. في المرحلة الحالية احنا مرحلة الديسلريشن يبدأ التركيز على تحديد مستشفيين، مستشفى جابر، مستشفى الكويت الميداني في مشرف، ان يتم تحويل حالات الكوفيد 19 عليها. باقي المستشفيات تركز على التعامل مع حالات المرضى المزمنين اللي ممكن فقدوا او ما استطاعوا المتابعة في المرحلة الماضية، على العمليات الجراحية، على المناظير. وطبعا احنا نحاول خلال 3 أشهر الجاية ان يتم تغطية كل الحالات. خلال الأسابيع الماضية انخفضت نسبة إشغال الأسرة لمرضى كوفيد في الأجنحة والعناية المركزة في المستشفيات والتي وصلت إلى 20%. هذه المخططات البيانية أوضحت أن النظام الصحي ما زال متماسك، والمعيار الحقيقي لمؤشرات قوة النظام الصحي مرتبطة بانخفاض نسبة إشغال الأسرة. من خلال المنحنى هذا اللي احنا شايفينه يظهر بشكل واضح أن الخط الأحمر يمثل عدد الحالات المتوقعة أن راح نصل إلى 5000 حالة سريرية، وبفضل الإجراءات الاحترازية اللي تم اتخاذها من وزارة الصحة الخط الأخضر يبين لنا بوضوح كم كان في عدد حالات سريرية في المستشفيات في كل مرحلة من مراحل المرض، والخط الأسود أيضا جانب ثاني من النجاح اللي هو عدد الأسرة المتوفرة، وإحنا شايفين أن في فرق واضح دائما عدد الأسرة أعلى من عدد المرضى إلى نهاية الأزمة. نظرا لانخفاض نسبة أشغال الأسرة لمرضى كوفيد في المستشفيات، غرفة العمليات المركزية المخصصة لنقل مرضى كوفيد إلى المؤسسات العلاجية قامت باستحداث نظام الفرز الآلي لنقل المرضى. في تزامن الوضع الحالي مع خطة وزارة الصحة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، غيرنا بعض الخصائص في النظام الإلكتروني بحيث يكون الفرز آلي ومباشر بين هذه المؤسسات والمحاجر المؤسسية، بحيث نقلل من عدد تواجد الأطباء في غرفة العمليات المركزية وعودتهم للعمل في المستشفيات. الساعة السريرية لمرضى كوفيد وصلت إلى 5000 سرير و1000 سرير للعناية المركزة، ومنذ بداية الجائحة لغاية الآن الحد الأقصى لإشغال الأسرة وصلت في بعض الأوقات إلى 2000 سرير، وإن دل على شيء فإنه يدل على مضاعفة الجهوزية والخطط الاستباقية المتميزة والمدروسة لوزارة الصحة. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.